السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ مع بعض النهاردة محاضرة جديدة من محاضرات الدبلومة. أولا أنا بأكد على كلام باشمهندس أحمد حسام، وبرضو حابين برضو نقدم اعتذارنا للناس لو كنا قصرنا معاهم في أي حاجة خلال فترة الدبلومة بالكامل. بإذن الله هي كلها 4 محاضرات، 5 محاضرات ونكون خلصنا. بالنسبة للجزء الأول، هل الدبلومة ليها جزء تاني وثالث؟ إن شاء الله بإذن الله ربنا يقدرنا ونقدر نكمل مع بعض فيما بعد كده. طيب هنبتدي النهاردة إن شاء الله في شرح برنامج الأكسس. طيب في حد ممكن يقول لي برنامج الأكسس مش هياخد معايا غير ساعة أو ساعتين وممكن يخلص؟ بالفعل يعني احنا ممكن نكتفي بمحاضرة النهاردة، بس لأ، احنا زي ما تعودنا إن كل برنامج بناخده بالتفصيل الممل. الاوتلوك كان برنامج سهل ما فيهوش اي حاجه. التركات البرنامج الاوتلوك ان شاء الله هنعيد عليها المحاضره اللي جايه باذن الله. نبدا ان شاء الله محاضره النهارده بشرح برنامج الاكسس. طيب اي حد عنده مشكله في موضوع الكشف ممكن بعد المحاضره باشمهندس برضه يقعد معاكم ربع ساعه كده، احنا عارفين تعبين باشمهندس احمد حسام معانا، فممكن يكمل معاكم بعد المحاضره ان شاء الله اللي عنده اي مشكله في الكشف يعني. إن شاء الله بإذن الله زي ما إحنا أنشأنا مستند وورد وأنشأنا شيت إكسل وأنشأنا برزنتيشن باوربوينت، هنعمل بنفس الطريقة اللي هو الأكسس. كليك يمين على سطح المكتب، بعد كده نيو، بعد كده بختار حاجة اسمها مايكروسوفت أكسس داتابيز، يا إما هكتب من تحت أكسس. هو مختص أصلا بقواعد البيانات. هيتشرح إن شاء الله الباور بي والبرامج التانية اللي إحنا كنا كاتبينها في الدبلومة كله هيتشرح بإذن الله، بس في الجزء التاني إن شاء الله، عشان برضو في ناس طلبت، في بعض الناس محتاج الشهادات، وبرضو عشان نكون طلعنا شهادات الناس بالنسبة للجزء الأولاني. الجزء الثاني إن شاء الله هنشرح فيه باقي البرامج ومنهم إن شاء الله الباور بي، وكمان هنتعمق أكتر من كده بكتير إن شاء الله في برامج الوردس. بعد التركات في الوورد والباوربوينت والإكسل والأكسس هنشرحهم تاني برضه، ده إن شاء الله في الجزء الثاني. احنا فتحنا دلوقتي برنامج الاكسس، اول ما فتحناه ظهر معانا بالشكل ده. الاول قبل ما اكمل، الصوت واضح للناس ولا لا؟ الصوت واضح؟ تمام. أول ما فتحت برنامج الأكسس ظهر معايا بالشكل ده. طيب بيقول لي أول حاجة هنا بلانك داتابيز، عندي اسيست تراكنج كونتاكتس، دي كلها نماذج جاهزة. لو دوست على حاجة اسمها المور تمبلت، دي كلها نماذج أكسس جاهزة. تعالوا كده نجرب مثلا حاجة اسمها الكونتاكت وأدوس على كرييت، أهو ظهر معايا بالشكل ده، نموذج اكسس جاهز. اعدل عليه بس اكتب الاسم الاول، الاسم الاخير، الشركه، العنوان الوظيفي، الكاتيجوري، الايميل ادريس، دي نماذج جاهزه ممكن انا اعدل عليها. انا عايز ابتدي افتح صفحه عمل جديده في حاجه اسمها البلانك داتابيز، يعني قاعدة بيانات جديدة. هنا بيقول لي حاجة اسمها الفايل نيم، اسم الملف، اكتب اسم قاعدة البيانات اللي انا عايزها. ايا كان اسمها، مش شرط اللي انا بكتبه، انا
اسم اللي انت عايزه. طيب عايز احدد مكان الحفظ بتاعها، في حاجة هنا اسمها براوس او استعراض، علامة المجلد، تعالوا كده ندوس عليها، ظهر فتح معايا الجهاز بتاعي. احدد مكان الحفظ، اشوف انا عايز احفظه فين، ديسكتوب، وادوس على اوكي. حتى هنا في الصيغة بيقول لي اي سي سي دي بي، دي صيغة قاعدة البيانات، صيغة الاكسس اي سي سي دي بي. وبعد كده بدوس على حاجة اسمها كرييت او انشاء. اول ما دوست كرييت او انشاء ظهر معايا بالشكل ده، الشكل اللي انتوا شايفينه، ظهر معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. هل الشكل ده هو الشكل اللي انا ببتدي اشتغل عليه ولا لا؟ لا، في شكل تاني انا بشتغل عليه اللي هو الشكل ده، وهنعرف انا جبته ازاي. عندي من فوق ظهر معايا شريط العنوان، شريط العنوان، عنوان قاعدة البيانات اللي انا فتحت، هنا شريط الوصول السريع، طب اللي تحته فايل هوم كرييت اكسترنال داتا داتابيز تول هيلب تيبل ديزاين، دي اسمها شريط القوائم. كل قائمة نازلة منيها مجموعة أدوات اسمه شريط الأدوات. طيب دي صفحة العمل، ده كله صفحة العمل، وتحت اللي هو شريط الحالة، أو شريط الحالة. قائمة فايل لو رحنا عليها في حاجة اسمها نيو، نيو احنا قلنا من خلالها بقدر أنشئ ملف جديد. انا هنا هنشئ ايه؟ انا هنا هنشئ قاعده بيانات جديده اللي هو البلانك داتابيس، اوبن، بفتح من خلالها قواعد البيانات الموجوده على الجهاز. بعد ما رحت على اوبن واختار حاجه اسمها براوس، ادور على قاعده البيانات اللي انا عايز افتحها، احدد قاعده البيانات وادوس على اوبن او فتح، اوبن او فتح. عندك حاجة اسمها انفو، انفو لو عايز اعمل باسورد للملف اللي انا فاتحه او انكريبت ويز باسورد، زي ما قلنا بنفس الطريقة. لو جينا فتحنا مثلا الوورد، نفس القائمة هي هي انفو، بعد كده حاجة اسمها البروتكت دوكومنت حماية المستند، بعد كده انكريبت ويز باسورد التشفير بواسطة كلمة المرور، بنفس الحاجة بعملها هنا info، بعد كده بختار حاجة اسمها encrypt with password يعني التشفير بواسطة كلمة المرور، معناه أنا عايز أعمل كلمة مرور لقاعدة البيانات بتاعتي. عندي في حاجة اسمها save و save as، save بيحفظ لي الملف الأول مرة، أما save as بيحفظ الملف بعد التعديل لو عايز احفظ مني نسخة احتياطية. طيب عايز احفظه مثلا بصيغة تانية زي صيغة البي دي اف، برضو سيف اس، وبختار سيف اس، بحدد من هنا صيغة الحفظ مش ظاهرة معايا، فبعمل ايه؟ ادي ظهر معايا صيغ تانية، دي كلها صيغ ممكن احفظ بيها. كلوز بيقفل لي صفحة العمل اللي أنا فاتحها، يغلق لي الأوامر كلها. طيب برنت هي خاصة بالطباعة، في حاجة اسمها الكويك برنت ولا برنت ولا البرنت بريفيو؟ لو دست على برنت بريفيو يظهر معايا بالشكل ده، أنا عايز أعمل عرض للحاجة اللي أنا هطبعها أو قاعدة البيانات اللي أنا هطبعها. اول ما دوست على برنت بريفيو ظهر معايا السايز اللي هو حجم الورقه، ظهر معايا المارجنز الهوامش بتاعتي، ظهر معايا شكل الورقه بورتريت ولا لاندسكيب، انا عايزها افقي ولا عايزها راسي، راسي ولا افقي، لاندسكيب يعني افقي وبورتريت يعني راسي. طريقه العرض اهو انا بحدد طريقه العرض 1 بيج ولا 2 بيج ولا 3 بيج ولا 4 ولا 8 ولا 12. الزوم اهو زي ما انتم شايفين،
لو دست على اكسل انا عايز اعمل له تصدير للاكسل. هنا البي دي اف لو عايز احفظه كبي دي اف، هنا لو عايز ارسله كايميل. بعد كده انا خلصت ادوس على برينت او طباعة. ده اللي هو البرينت بريفيو. طب لو دوست على برينت ظهر معايا بالشكل ده، او لو عايز اطبع هنا ده اسم الطبعة بتاعتي، اسم الطبعة. هنا بيقول لي البرينت رينج، المدى بتاع الطباعة. انا عايز اطبع كل البيز او القواعد اللي عندي، ولا عايز اطبع مثلا من الصفحة كذا للصفحة كذا. فانا بحدد عايز اطبع من فين لفين. طيب عايز كم نسخة، بحدد من هنا عدد النسخ وبعد كده بدوس على اوكي. هنا في النيم اسم الطبعة، لو دوست على بروبرتيز أو خصائص ظهر معايا خصائص الطبعة زي ما انتم شايفين. طب هنا لو دوست على سيت اب ظهر معايا المارجنز أو الهوامش بتاعتي، التوب هو الأعلى، البوتم اللي هو الأسفل، الليفت ناحية اليسار، والرايت اللي هو ناحية اليمين. طب لو دوست على كود برنت هيطبع لي على طول، كويك برنت بيطبع لي على طول بدون انا كده اديت له امر الطباعه خلاص. اما برنت هيظهر معايا شاشه بالشكل ده وشرحناها، و برنت بريفيو بعمل عرض لي اللي هو ورق الطباعه بتاعتي اللي انا هطبعه. هنا بعد كده في حاجة اسمها اكونت. اكونت احنا قلنا من خلالها بغير لون النظام اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ده هنا الايميل اللي انا داخل بيه، دي هنا الاوفيس، البرامج بتاعت الاوفيس اللي هي متسطبة مع مايكروسوفت. انا داخل بمايكروسوفت 365. طيب هنا الفيدباك، لو عايز ابعت لشركة مايكروسوفت رأيي عن استخدام البرنامج. انا لو حبيته هختار حاجة اسمها I like something، انا حبيت الشيء ده. I don't like something، انا محبتهوش. I have a suggestion، يعني انا بمتلك اقتراح. لو عايز تبعت اقتراح لشركة مايكروسوفت. تعالوا كده ندخل على الاوبشن او الاعدادات. في الاوبشن هنا في الجنرال ظهر معايا حاجه اسمها اليوزر نيم، اسم المستخدم اللي هو بيكون ظاهر ازاي. لو وقفت على الملف من بره بنفس الشكل ده، تعالوا كده نجرب مثلا. اللي ظاهر اللي هو الطيب والسايز والديت موديفايد بيظهر معاه حاجه اسمها الاسر او المؤلف او المؤلف. دي بعملها ازاي او اخلي يظهر المؤلف ازاي؟ من حاجه اسمها اليوزر نيم. اليوزر نيم هنا الاوفيس سيم ده اللي هو برضو تغيير لون النظام. هنا في حاجه اسمها الديفولت داتابيز فولدر اللي هو مكان حفظ قاعدة البيانات الأصلي. أنا عايز أخلي مكان ثابت أحفظ فيه قواعد البيانات بتاعتي، بحدده من فين؟ من هنا، وبختار براوس وأحدد مكان الحفظ بتاعي فين. بعد كده بدوس على أوكي. طيب بيقول لي ديفولت فايل فورمات فور بلانك داتابيز. دلوقتي مثلا انا لو عندي برنامج اصداره قديم، اصدار مثلا 2007 2006 2003، لما تيجي تصدره او تيجي تبعت البرنامج ده لواحد عنده اصدار حديث 2016، في بعض التنسيقات ما بتكونش مظبوطة. فانا علشان اظبط التنسيقات اللي عندي لازم اديله اتاحية ان انا القاعدة اللي انا اعملها تشتغل من اوفيس او اكسس 2016 لحد 2016، من 2007 ل 2016. يعني انا لو شغال بقاعده بيانات 2007، لو بعتها لواحد عنده 2010 2013 2016 تشتغل عنده. طب لو مش مختار، مختار مثلا اكسس 2000،
هتشتغل معاك. ايه معنى الكلام ده؟ ايه معنى اللي هو 2000 2002 2003؟ معناها لو انا شغال باكسس اي اصدار من دول، لو انا بعت الاكسس بتاعي او قاعده البيانات لاي حد تاني باصدار اعلى يشتغل عنه. فانا بفضل ان احنا نختار من 2007 ل 2016، لان ده هو المتاح حاليا. دي مش هحتاج منها حاجة حاليا. هنا بيقول لي الديفولت تكست فيلد سايز، حجم الخلية 255، عدد الحروف 255 حرف. ده إن شاء الله بإذن الله هنعرفه مع بعض لما نيجي نشتغل في قواعد البيانات. ده اللي هو الفيلد تايب، نوع الحقل، دي كلها أنواع للحقول. ده لون الخط الأساسي عندي بختاره، لا بمجرد ما هفتح قاعدة البيانات ده الخط الأساسي اللي يكون ظاهر معايا، وده الحجم الأساسي بتاعي، وده اللون الأساسي برضه أنا بختاره. هنا اللانجوج اللي هي اللغة. طيب لو عايز اسطب لغة تانية واروح اختار حاجة اسمها انستول اديشنال كيبورد، ده لو عايز اعمل تثبيت للغة تانية على الجهاز. طيب هنا لو دوست على حاجة اسمها اد لانجوج، اضافة لغة، واخترت اللغة العربية، دوست اضافة لغة واخترت اللغة العربية واخترت حاجة اسمها انستول او تثبيت، هو بيعمل لي بينزل التحديثات بتاعتي. دي انا اعرفها ازاي لما اجي اشتغل، دي اللي هو شريط القوائم الموجود عندي فوق، لو عايز اشيل شريط فيهم بشيل علامة الصح من عليه وادوس على اوكي. معنى علامة الصح ده معناه ان هو موجود فوق. طيب عايز اضيف اي واحدة فيهم احددها وادوس على اد او اضافة. هنا لو شلت علامة الصح من كريت هلاقي كلمة كريت اتشالت من فوق من شريط القوائم، وعلم علامة الصح هتظهر معايا. الكويك اكسس تول بار شريط الوصول السريع اللي هو اللي فوق ده عندي، اللي موجود عندي في شريط العنوان، لو عايز اضيف اي اداة فيهم احددها وادوس على اد، عايز اشيلها احددها وادوس على ريموف او ازالة، بعد كده بدوس على فوق. نبتدي بقى في شغلنا. أنا أول ما بفتح قاعدة البيانات بتفتح معايا بالشكل ده، لا ده مش الوضع اللي أنا بشتغل عليه، الوضع ده اسمه وضع الداتا شيت، لا أنا عايز أشتغل على وضع الديزاين فيو. شايفين في قائمة هوم في حاجة اسمها فيو أو عرض، وفي حاجة هنا اسمها ديزاين فيو، ديزاين في وضع التصميم، هدوس عليه هلاقيه ظهر معايا بالشكل ده، هيظهر معايا بالشكل ده. طيب انا عندي في حاجه اسمها البرايمري كي اللي هو المفتاح الرئيسي اهو. طيب المفتاح الرئيسي ده وظيفته ايه؟ اول حاجه نو نل نو دوبليكيشن، يعني مش بيتكرر ولا ان هو بيتعمل له مسافات. يعني دلوقتي لو كتبت مثلا اي دي نيم اكتبها بالشكل ده، ما ينفعش اعمل مسافة، ما ينفعش اعمل مسافة. طيب ما ينفعش اجي في خلية تانية او فيلد تاني او حقل تاني اروح اخليه برايمري كي، ان هو حقل واحد بس
برايمري كي مش بيتكرر، يبقى هو مش بيتكرر ولا بيتعمل من خلاله مسافات. نو نال نو دوبليكيشن. طيب عندي العمود في الاكسس او في الاكسل، الاكسل العمود اسمه كولوم، في الاكسس اسمه فيلد. طيب الصف في الاكسل اسمه رو، طيب الصف في الاكسس اسمه ايه؟ في ناس بتسميه رو، في ناس بتسميه اسم تاني، وهنعرف الاسم التاني كمان شوية. دلوقتي في حاجة هنا عندي اسمها الفيلد نيم، اسم الحقل. هنا بكتب اسم الحقل بتاعي او اسم العمود. الداتا تايب النوع بتاع الحقل او نوع البيانات اللي انا هكتبها داخل الحقل. طب تعالوا مثلا نكتب هنا في نوع الحقل او اسم الحقل، انا اسف، هكتب الاسم. طيب لو دست على السهم اللي هو الصغير ظهر معايا انواع بيانات كتيرة. الاسم تفتكر نوع البيانات هيكون ايه؟ هل الاسم بيكون رقم؟ هل الاسم بيكون لينك؟ هل الاسم بيكون عملة؟ لا، الاسم بيكون تكست او نص. طيب شورت تكست ولا لونج تكست؟ هختار شورت تكست، لان الشورت تكست 255 كلمة، 255 كلمة، انا اسف. اما اللونج تكست اكبر من 255. طيب الشورت تكست تاني 255 كلمة. يعني معنى الكلام اللي احنا بنقوله دي ان انا لو حبيت ان انا اكتب شرح تفصيل الحاجة مثلا بختار لونج تكست. اما هنا علشان خاطر الاسم مش بيعدي 255 كلمة فبختار شورت تكست. طيب تعالوا كده نكتب مثلا العنوان، اختار ايه؟ في ناس هتختار شورت تكست وفي ناس هتختار لونج تكست. تعالوا كده نكتب التاريخ والوقت. تفتكروا التاريخ والوقت هنختار ايه؟ الناس تكتب لي يا ريت في الشات هنختار ايه في التاريخ والوقت. بالظبط كده، الديت اند تايم، لان التاريخ والوقت بيكون ارقام، فالتاريخ والوقت بختار حاجه اسمها الديت اند تايم. طيب لو قلنا مثلا العمله، العمله بختار ايه؟ بالظبط كرنسي، العملة بختار كرنسي. طيب تعالوا مثلا نكتب لينك، في اللينك بختار حاجة اسمها الهايبر لينك. فين الهايبر لينك؟ اهو الهايبر لينك. طيب تعالوا مثلا ايه تاني نكتب مثلا المتبقي، متبقي كرنسي. طب التاريخ؟ لا، رقم التليفون، رقم الهاتف، رقم الهاتف هختار نمبر. طب ايه الفرق ما بين النمبر وما بين الاوتو نمبر؟ النمبر انا بكتب الارقام بنفسي، اما الاوتو نمبر بيكتب لي ارقام تلقائيه، يعني ترتيب تلقائي، يعني مثلا الاسم الاولاني، الاسم الثاني، الاسم الثالث، الاسم الرابع. فالاسم الاولاني هديله رقم واحد، الاسم الثاني رقم اثنين، والاسم الثالث رقم ثلاثه، والاسم الرابع رقم أربعة. ما أنا في التاريخ في العملة هختار كرنسي، كرنسي يعني عملة. طب لو هكتب أرقام أكبر بختار حاجة اسمها اللارج نمبر. يعني مرفقات، مرفقات يعني لو عايز أضيف صورة، عايز أضيف فيديو،
عايز اضيف ملف، عايز اضيف سي في، بختار حاجه اسمها الاتاشمنت او المرفقات. طيب ايه تاني ممكن نستعملها؟ حاله الدفع، يعني هو دفع ولا ما دفعش، يعني يس اور نو، دفع ولا ما دفعش. الحالة مثلا الاجتماعية، الحالة الاجتماعية أنا عايز أعمل له اختيارات هو اللي يختار منها. هختار آخر اختيار عندي حاجة اسمها اللوك أب ويزارد، فظهرت معايا قائمة بالشكل ده. هقول له أنا عايز أكتب القيم بنفسي، يبقى هختار I will type in the values that I want، ظهر معايا بالشكل ده. أروح أكتب هنا الاختيارات بتاعتي. بعد ما خلصت خالص بدوس على حاجة اسمها finish، بس كده أنا عملت قاعدة البيانات بتاعتي دي. يا ريت الناس تشتغل معايا علشان بإذن الله بعد السيشن على طول الباشمهندس هنزل لكم ملف هتبعتوا فيه اللي هو القاعدة اللي انتوا اشتغلتوها معايا، هيبقى عليها بونص برضو للناس. طيب ده بالنسبة لقاعدة البيانات، احنا قلنا عندي العمود في الاكسل اسمه كولوم، اما في الاكسس اسمه فيلد او حقل. طيب الصف في الاكسس اسمه رو، اما في ال انا اسف الصف في الاكسل اسمه رو، اما في الاكسس اسمه ريكورد او سجل. تاني العمود في الاكسل كولوم، اما الصف في الاكسل برضو رو، يبقى كولوم ورو. اما الاكسس العمود فيه اسمه فيلد او حقل والصف اسمه ريكورد، يبقى فيلد وريكورد، فيلد اللي هو حقل، ريكورد اللي هو سجل. لا هو هيتحول عادي معاك شورت تكست، لان عمره ما هيختار لك الاختيار الاخير، لان الاختيار الاخير ده معناه اختيارات، يعني هيظهر لك في شكل اختيارات، لكن هو هيخليها لك عادي شورت تكست. بس هي صح، هي صح، حتى لما نيجي نروح على الوضع الثاني اللي هو وضع الداتا شيت هلاقي الحالة الاجتماعية اللي أنا عملتها ظاهرة معايا في صورة اختيارات. طيب فأنا بشتغل الأول في وضع إيه؟ وضع الديزاين. طب خلصت أروح على وضع الداتا شيت، بيقول لي Do you want to save the table now؟ يعني أنت عايز تحفظ الجدول دلوقتي؟ أه، ظهر معايا بالشكل ده. هنا في الأول هكتب مثلا الاسم، هكتب هنا العنوان بتاعه. هنا في التاريخ والوقت ظهر معايا صورة في الجنب زي اللي هي صورة الأجندة، دوست عليها ظهر معايا وبختار اللي أنا عايزه. طيب العملة، أكتب العملة بتاعتي، هي العملة بالدولار، عايز أغير الدولار؟ أه بغيره عادي، ونعرف إزاي نغيره. هنا اللينك، لو عايز اضيف لينك، لو عايز اضيف لينك، هنا رقم التليفون. طيب هنا بالنسبة للشكل اللي ظهر دي المرفقات، بمجرد ما هضغط ضغطتين كليك شمال على العلامة اللي ظاهرة، ضغطتين كليك شمال، هتظهر معايا قائمة بالشكل ده، واروح ادوس على حاجة اسمها اد او اضافة، فتح معايا الجهاز بتاعي. احدد الصوره اللي عايزها، مثلا ادوس على اوبن او فتح، ادوس على اوكي. قال لي واحد، انت كده ضايف هنا مرفق واحد، لو عايز اضيف مرفق تاني ادوس على اد او اضافه وبختار مرفق تاني وادوس على اوكي. اهو قال لي انت كده ضفت اتنين. طيب المربع اللي ظهر عندي لو علمت علامه صح معناه ان هو دفع، شلت علامه الصح معناه هو ما دفعش. طيب في الحاله الاجتماعيه شايفين السهم اللي ظهر معايا؟ ظهر معايا الاختيارات بتاعتي اهو،
خلصت ادوس انتر، نزل معاه للاسم اللي تحت، حتى ده خلالي تلقائي الاي دي رقم 1. هنا هكتب برضو مثلا مصطفى، هكتب مثلا هنا، اختار اي تاريخ، العملة بتاعتي اختارها، لو عايز اضيف لينك اكتب اي رقم، المرفقات لو عايز اضيف اي مرفق زي ما اتعودنا، هنا بختار في الحالة الاجتماعية. طيب انا محتاج من الناس دلوقتي تعمل لي 5 اسماء دلوقتي، وتملي الحقول بتاعتها، 5 اسماء وتملي الحقول بتاعتها. طيب رحت للوضع ده ازاي؟ من قائمة اسمها فيو، واخترت حاجة اسمها الداتا شيت فيو، الداتا شيت فيو. طيب ماشي. مش مهندس روماني، معلش ممكن توضيح بس لسؤالك؟ انا مش واضح لي السؤال. الكرنسي اختار ايه؟ ماتيريال، سباير بارتس، مقاسات. ممكن توضيح لي السؤال؟ يعني انا لو اخترت الحاجات اللي كتبتها دي اختار ايه من القائمة زي ما اخترت العملة؟ وممكن اللي بيسأل السؤال يفتح المايك يا باشمهندس؟ مفيش مشكلة. يعني هو بس انا تقريبا يعني ايه، لو يعمل رايز هاند ويسأل السؤال هيبقى افضل، يعني علشان الكتابة ايه بتاخد وقت. مفيش مشكلة. طيب ممكن تفتح المايك يا باشمهندس روماني وتوضح لنا السؤال بتاعك. طيب الباشمهندس اللي كان بيسأل في الأول، محمد منصور، انا جاوبت على السؤال بتاعه. طيب تمام. ماشي، يعني لو اخترت الحاجات اللي كتبتها دي اختار ايه من القائمة زي ما اخترت العملة كرنسي؟ تمام، يعني الماتيريال. طب الماتيريال بتكون ايه مثلا؟ بتكون نصوص ولا بتكون ارقام؟ الماتيريال بيكون نص، انت بتختار تكست. الماتيريال بيكون عبارة عن نص، انا بختار تكست. بالنسبة للسباير بارتس برضو بيكون عبارة عن نص. الحاجات دي كلها تختار تكست، أي حاجة هكتب فيها كلام هختار تكست. ماشي. تمام. طيب لحد الآن في أي حد عنده أي مشكلة؟ يعني زي ما قلنا للناس مطلوب منكم 5 أسماء تعملون في قاعدة البيانات وهتسلموا في فورم بعد المحاضرة بإذن الله، ويطبع لهم بونص للناس. نكمل مع بعض أهو. احنا حاليا بنكتب وشغالين في قاعدة البيانات، وفي حد ممكن يسألني يقول لي طيب العملة انا مش عايزها بالدولار، عايز اغيرها، هنغيرها عادي مع بعض.
طيب انا كتبت اهو 5 اسماء في قاعدة البيانات وخلصتهم. تمام، هرجع لوضع مثلا الديزاين فيو، لو في حاجة عايز اغيرها حالة الدفع يس اور نو. اخترت من الداتا تايب او نوع البيانات، فتحت القائمة واخترت منها اليس اور نو، اخترت منها اليس اور نو. طيب في الكرنسي او العملة عندي من تحت في حاجة اسمها فورمات، شايفين السهم اللي ظهر في الجنب؟ هدوس عليه ظهر معايا العملات بتاعتي. يقول لي الكرنسي هنا الدولار، اليورو، الفيكسد ثابتة، انت عايزه كرقم ثابت ولا عايزه كرقم اساسي ولا كنسبة ولا عايزه كحاجة علمية ولا ايه بالظبط؟ هنا لو في ارقام عشرية انت عايز بعد العلامة كام رقم عشري اللي هو الديسيمال بليسز، وهندرس اللي هو الحاجات دي كلها بالتفصيل ان شاء الله مع بعض. دي طريقة إنشاء قاعدة بيانات بكل سهولة. طيب شايفين هنا ظاهر معايا حاجة اسمها تكست فورماتنج، أنا لو واقف على هنا وعايز أغير التنسيق أو الحجم أهو اللي حصل اتغير. نوع الخط، شكل الشباك اللي ظهر ده عشان خاطر الفيلد صغير فحاول اكبره بولد لو عايز اتخنه، اللون الاحمر لو عايز اغير اللون اميله، حط خط تحت الكلام. بعمل زي هايلايت على القاعدة بتاعتي. زي ما انتم شايفين. طيب انا لا مش عايز الشكل ده، عايز ابتدي اغير، اغير زي ما انت عايز. دي كلها التنسيقات بتاعتك في المحاذاة في المنتصف. دي اللي هي مختصة بالصفوف والأعمدة، ظبط فيها زي ما أنت عايز. سيلكت لو عايز أعمل تحديد، ريبليس لو عايز أستبدل كلمة بكلمة، وهكذا. ده شكل قاعدة البيانات. عايز أغير اسمها كليك يمين عليها واختار سيف ده لو عايز احفظها. طب لو عايز اقفلها كلوز. عايز اغير اسمها كليك يمين على عليها من بره وبختار حاجه اسمها رينيم او اعاده تسميه، واكتب مثلا قاعده بيانات او اكتب الاسم اللي عايز اسميه لقاعده البيانات بتاعتي. ادوس على اوكي. كده انا غيرت اسمها، كليك يمين عليها من بره واختار حاجه اسمها رينيم او اعاده تسميه. عايز احذفها اختار ديليت او حذف، عايز افتحها اختار اوبن، عايز اعمل لها نسخ كوبي، عايز اعمل لها قص من كات. ادي اوبن انا فتحتها. طيب عندي بعد كده في حاجه اسمها كرييت او انشاء. هنا بيقول لي حاجه اسمها التيبل، تيبل ديزاين. تعالوا كده نختار حاجه اسمها تيبل، ظهر معايا بالشكل ده في وضع الداتا شيت، في وضع الداتا شيت. ليه مش عايز تتحذف معايا؟ عشان انا فاتحها وما قفلتهاش، فاقفلها الاول. رجع حذفت معاك. طيب لو اخترت حاجه اسمها التيبل ديزاين اللي هو خليها لي في وضع الديزاين فيو، يبقى يا اما من فيو يا اما بروح على كرييت بختار حاجه اسمها تيبل، ده اللي هو وضع الداتا شيت، اما التيبل ديزاين هو وضع الديزاين فيو. طيب انا عندي في قاعده البيانات عندي اسماء كثيره،
طيب لو انا عايز مثلا يظهر معايا الاسم والعنوان بتاعه ورقم تليفونه بس، انا مش عايز القاعدة كلها، من كرييت او انشاء بختار حاجة اسمها الكويري ديزاين. كويري يعني استعلام، استعلام. ظهر معايا بالشكل ده، ظهر معايا بالشكل ده. هلاقي في الجنب هنا ظهر معايا مستطيل طويل، اروح ادوس على حاجه اسمها الاد سيلكت تيبل، يا اما هلاقيه ظهر معايا في المنتصف هحدده وادوس على اد او اضافه. اهو انا كده ضفته، اروح اقفلها. طيب عندي في الفيلد او الحقل ظهر معايا كل الحقول اللي عندي. انا عايز اظهر ايه بالظبط؟ انا عايز اظهر الاسم وعايز اظهر العنوان وعايز اظهر رقم الهاتف. يبقى في الفيلد او الحقل انا هقول له انا عايز اظهر ايه بالظبط؟ الاسم، بعد كده العنوان، بعد كده رقم الهاتف، بعد كده ادوس على سيف او حفظ، سميها باي اسم انا عايزه، استعلام، ادوس على اوكي. لما اجي افتحها ايه اللي حصل؟ ظهر معايا اللي هو الحقول اللي انا استعلمت عليها، اللي هو الاسم والعنوان ورقم التليفون. الاسم والعنوان ورقم التليفون، حتى لو لاحظت هنا خلى لي الجداول في مكان لوحده، وبعد كده خلى الاستعلام في مكان، بعد كده هيخلي لك الاستمارات والروبورت في مكان. ده ان شاء الله لما اجي ناخده. فانا عايز الناس من قاعدة البيانات دي تعمل لي استعلام على الاسم والعنوان ورقم التليفون. الناس عملت الاستعلام ولا لسه؟ فالاستعلام زي ما قلنا بعمله ازاي؟ بعمل الاستعلام، انا كنت مستني بس الناس تعمل استعلام، عن طريق ان انا بروح على قائمه كرييت وبختار حاجه اسمها الكويري ديزاين، وبعد كده بحدد الجدول بتاعي وادوس على اد او اضافه، الاقيه ظهر معايا، ومن الفيلد او الحقل بختار الاستعلام اللي انا عايزه، مثلا الاسم العنوان ورقم الهاتف. خلصت، ادوس على سيف، كليك يمين عليه واختار حاجه اسمها سيف او حفظ. ده بالنسبه لي للاستعلام. انا لو مش عايز اظهر الجدول كله عندي، انا عايز اظهر جزء معين، انا عايز استعلم على جزء معين بس فيه. طيب جينا فتحنا قاعده البيانات بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين، ورحت على حاجه اسمها كرييت، ورحت اخترت من هنا حاجه اسمها الفورم ديزاين، ظهر معايا بالشكل ده. طيب لا، انا مش عايزه يظهر معايا بالشكل ده، رحت على كرييت في الاول واختار حاجه اسمها فورم اهو، ظهر معايا في شكل فورم. يبقى تاني انا عملت الكلام ده ازاي؟ بروح على كرييت وبختار حاجه اسمها فورم او استماره، فورم او استماره. ظهر معايا في شكل استمارة، اي دي، الاسم، العنوان، التاريخ والوقت، العملة، اللينك، رقم الهاتف، المرفق، حالة الدفع، والحالة الاجتماعية. طيب عندك من فوق في حاجة اسمها فورمات، ظهرت معاك حاجة اسمها فورمات، برضو نفس القصة، من هنا بغير زي ما انا عايز، بغير التنسيق، عايز اغير التنسيق ده، نفس القصة. وهكذا في الباقي. كونديشنال فورماتنج دي اللي هو الحالات الشرطية اللي احنا شرحناها في ال شرحناها في الاكسل، اشرحها لكم تاني. الباك جراوند ايمج لو عايز احط صورة للخلفية زي ما انتم شايفين اهو، الصورة للخلفية، لا مش رينيم، هدوس على ديليت، فانا عملت لها حذف. طيب ايه تاني ظهر معايا؟ في حاجة اسمها الرينج لو عايز اضيف، تعالوا كده على كرييت وبعد كده نختار فورم، ومن الرينج دوست على حاجة اسمها انسيرت بلو، عمل لي مسافة لتحت زي ما انتم شايفين. طب انسيرت ابوه مسافة لفوق، انسيرت ليفت ناحية اليسار،
انسرت رايت هيعمل لي مسافة ناحية اليمين. لو دوست على سيلكت لي اوت بيعمل لي تحديد للكل. سيلكت لي اوت بيعمل لي تحديد للكل. طيب سيلكت كولوم تحديد للعمود، سيلكت رو تحديد للصف. علشان تظهر معاك لازم تحدد في اللي هو ريكورد او سجل، لازم تحدد ريكورد او سجل. لو مش محدد هلاقيه مختفيه معاك من الظهر بالشكل ده. اجي مثلا دي هسميها استماره، بس الاول احفظها مثلا بنفس الاسم ده، اكتب استماره وادوس على اوكي. عملها لي في حاجة تالتة، يبقى التيبلز يداول استعلام فورم أو استمارة. طيب تعالوا كده على كرييت، بس لازم أكون واقف على قاعدة البيانات واختار المرة دي حاجة اسمها ريبورت أو تقرير. ظهر معايا في صورة تقرير. أنا عندي تيبل جداول كويري استعلام فورم استمارة وريبورت اللي هو تقرير. طيب عندي البيج نمبر، لو عايز أخلي أرقام الصفحات عايز أخليها من الأعلى أو الأسفل. عندي مثلا البيو العرض، البرنت بريفيو، درجة عرض الطباعة. ولا عايز اخليها ريبورت فيو كشكل ريبورت بالشكل ده، ولا عايز اخليها مثلا لي اوت فيو وضع التخطيط، ولا عايز اخليها ديزاين فيو وضع الديزاين. انا بختار الوضع اللي انا عايز اخليه فيه. طيب حلو خالص، انا حددت هنا ده شكل التقرير بتاعي. انا واقف هنا ورحت على كرييت واخترت حاجه اسمها ريبورت او تقرير. من الفورمات ظهر معايا برضو التنسيقات بتاعتي اهو، التنسيقات بتاعتي. طب انا عايز اغير اسم التقرير، اضغط عليه ضغطتين كليك شمال واغير اسمه، اكتب الاسم اللي انا عايزه. الاستمارة نفس القصة، وأكتب الاسم اللي أنا عايزه وهكذا. طيب فالناس هتعمل إيه دلوقتي؟ هتعمل لي قاعدة بيانات بنفس الشكل، هتعمل لي منها استعلام عن الاسم والعنوان ورقم الهاتف، وهتعمل لي استمارة بنفس الشكل ده، وهتعمل لي تقرير وهتحفظه باسمها وهتسلمه للبشمهندس احمد حسام لما يبعت لكم الاستماره، لما يبعت لكم استماره تسجيل الملف بتاع النهارده. طيب حلو، تاني انا عملت موضوع الكويري دي عملتها ازاي، والاستعلام كويري ديزاين. طب الاستماره فورم، طب التقرير ريبورت، ده كله من فين؟ من قائمه كرييت او انشاء. دي external data، لو عايز اجيب data خارجيه احطها داخل قاعده البيانات. database tools اللي هو ادوات قواعد البيانات، هناخد حاجه فيها اسمها relationship. relationship دي انا هشرحها المحاضره الجايه عشان طويله. بضغط عليها بس افتحها اهو. انا بروح على التيبلز او الجدول الموجود عندي في الجنب ديه، العمود ده الطويل، واروح اضغط ضغطتين كليك شمال على قاعدة البيانات. طيب هنشرح بس البدايات بتاعت اللي هو الريليشن شيب. عندي العلاقات علاقة اسمها ال 1 to 1
وعندي علاقة اسمها الوان تو ميني، وعلاقة اسمها الميني تو ميني. أنا لو قلت لك اعمل لي قاعدة بيانات بس ما بين الآباء والأبناء، كل أب بيكون ليه ابن واحد، طيب كل ابن ليه كم أب؟ أب واحد، يبقى نوع العلاقة 1 to 1 1 to 1. طيب لو قلت لك اعمل لي قاعدة بيانات ما بين المدرسة أو ما بين الطالب والمرحلة الدراسية، كل طالب ليه كم مرحلة دراسية؟ ليه مرحلة دراسية واحدة. طيب المراحل الدراسية فيها كم طالب؟ أكتر من طالب، يبقى دي نوع العلاقة one to many. طيب لو قلت لك عايزك تعمل لي علاقة أو جدول أو قاعدة بيانات ما بين المنتج والعميل، كل منتج ليه كم عميل؟ أكتر من عميل. طيب كل عميل ليه كم منتج؟ أكتر من منتج، فنوع العلاقة many to many. دي باختصار شديد اللي هو العلاقات مع بعض، وإن شاء الله نتناولها بالتفصيل المحاضرة اللي جاية. لا لو نسيته ده هندسة هتضطر ان انت بقى تستخدم برامج خارجية، هتستخدم برامج خارجية، في برنامج بتنزله اللي هو فك التشفير بتاع كلمات المرور، انا كنت بعته لكم في الاكسل، من خلاله بتفك اللي هو كلمات المرور اللي عندك، ان ملهاش حل من داخل البرنامج نفسه. بمجرد ما هضغط على اي حاجة في العمود اللي عندي ناحية اليسار او اليمين، ضغطتين كليك شمال هتفتح معايا اهو. شايفين السهم اللي طالع من فوق ده؟ اول ما بدوس عليها بتختفي، وانا بدوس عليها تاني بتظهر. السهمين طالعين لفوق معناه ان هي ظهرت، السهمين نازلين لتحت معناه ان هي مختفية. حد عنده سؤال لحد الآن؟ حد عنده سؤال لحد الآن؟ البيس ستوب زي ما قلنا اللي هو خاصة بالسايز اللي هو حجم الورقة، والمارجنز اللي هي الهوامش، وطريقة العرض، البورتريت اللي هو أفقي، لاندسكيب، رأسي، كلهم عن طريق الأعمدة. البيس ستوب دي خاصة بالهوامش برضو. عندي الريبورت لي أوت ديزاين ده اللي هو الألوان بتاعتي، ده الخطوط، طريقة العرض، أنا لو عايز أضيف أرقام للصفحات، انا لو عايز اضيف اللوجو بتاعي اهو ظهر معايا انا بشكل لوجو، اختار لوجو ظهر معايا، هدوس على كلمة لوجو وبختار اللوجو اهو هيظهر معايا هنا. طيب لو دوست على التايتل اللي هو التقرير اللي هو انا بضغط عليه ضغطتين كليك شمال عشان اغيره، طيب الديت اند تايم، التاريخ والوقت اللي ظهر معايا هنا. البيج نمبر زي ما قلنا ارقام الصفحات اللي هو ظاهر عندي من تحت، البيج 1 اوف 1، يعني انا واقف في الصفحه الاولى، واصلا القاعده البيانات اللي عندي صفحه واحده. طيب ده بالنسبه للحاجات اللي عندي، دي الكنترول اللي هو التحكم، ده ان شاء الله باذن الله برضو هنعرف ايه ميزه كل واحده فيهم. طيب لو انا مثلا باخد دلوقتي كورس اي سي دي ال او اي سي 3، بالنسبه اللي احنا شرحناه النهارده ده اللي هو بيتشرح في الاي سي دي ال والاي سي 3 كبدايات، وللعلم ان الاكسس اصلا اتلغى من الاي سي 3 ومن الاي سي دي ال، يعني محدش بيشرحه دلوقتي، اللي بيتشرح البرامج نفسها الوورد والباوربوينت والاكسل، وبيتشرح اساسيات الكمبيوتر واساسيات الانترنت.
اغلب الناس بيجي تشرح دلوقتي الوورد والباوربوينت والاكسل بس، وبيشرحوا بعض من اساسيات الكمبيوتر. تلاقي الكورس نفسه مش بياخد معاك 20 ساعة. ممكن تقرير، تقرير عن ايه؟ اهو انا واقف حاليا في قاعدة البيانات. بنفس الطريقة اللي أنشأنا بيها استمارة واستعلام، بروح على كرييت وبختار حاجة اسمها ريبورت أو تقرير. يبقى أروح على كرييت، بعد كده بختار حاجة اسمها ريبورت اللي ظهر معايا في صورة التقرير. ظهر معايا في صورة تقرير. عايز بعد كده أطبعه، بروح على فايل، بعد كده بختار حاجة اسمها برنت، برنت بريفيو، فبيعمل له هو عرض للتقرير بتاعي. هذا التقرير بتاعك. ده التقرير بتاعك. ده شكل التقرير لو عايز تعمله أكتر من ورقة. طيب هناخدها إن شاء الله بإذن الله. ده دي المحاضرة الجاية، إزاي أظهر الصفر في الأول. لحد الآن حد عنده أي سؤال أو أي حد عنده أي مشكلة؟ حد عنده سؤال في اللي احنا خدناه لحد الآن؟ طيب هو علشان اظهر الصفر، لو تفتكروا احنا كنا بنظهر الصفر ازاي؟ يعني احنا دلوقتي علشان اظهر الصفر في الاكسل، كنت بخلي من فوق بختار حاجة اسمها تكست أو نص وأدوس على أوكي، ولما أجي أكتب الصفر الصفر ظاهر، لأن أنا خليت الخلية اللي عندي تكست أو نص. تعالوا كده مثلا في قاعدة البيانات، هنرجع لوضع الديزاين. لا انا عايز افاد الديزاين. بالنسبه لرقم الهاتف، لو خليته تكست او نص رقم الهاتف خليته شورت تكست، تمام، ورحت على وضع الداتا شيت. تعالوا كده نكتب الصفر، اللي حصل ظاهر معايا. يبقى بنفس الطريقة اللي بعملها في الإكسل، بنفس الطريقة بالظبط. أنا في الإكسل علشان أظهر الصفر كنت بعمل إيه؟ بخلي نوع البيانات الموجودة في الخلية تكست أو نص، فأنا هنا برضو خليها نفس القصة، بخليها تكست أو نص. أنا خليتها تكست، أدي الصفر ظهر معايا. ده عشان أظهر اللي هو الصفر عندي في الإكسل، في الإكسل وفي الأكسس. طيب حد عنده سؤال لحد الآن؟ طيب دي اللي هي البدايات بتاعت الاكسس. الاكسس ممكن الناس تشوفه سهل، هو سهل بس هي محتاج تركيز من المحاضرة اللي جاية، لأن المحاضرة الجاية هنتعمق أكتر في برنامج الاكسس. هندرس حاجة اسمها الريليشن شيب، العلاقات،
والفرق ما بين ال1 تو 1 وال1 تو ميني والميني تو ميني، وازاي اعمل علاقه ما بين جدول والتاني. كل ده ان شاء الله هناخده بالتفصيل المحاضره اللي جايه. زائد زي ما قلنا في الاستعلام، في الوضع نفسه بتاع الوضع الديزاين بين كريت، بعد كده تيبل ديزاين، هندرس بالتفصيل الحاجات الموجودة تحت، هندرس كل حاجة موجودة تحت مع بعض بإذن الله. طيب لحد الآن كده إحنا برنامج الوورد أتمنى ما يكونش فيه أي مشكلة، ولا الباوربوينت ولا الإكسل، ولحد الآن برضو بالنسبة للأوتلوك والأكسس. طيب إحنا المحاضرة اللي فاتت كنا جاوبنا مع بعض الأسئلة في الإكسل للناس اللي بعتتها. في أسئلة تانية إن شاء الله هنبدأ بيها المحاضرة اللي جاية، وباقي المحاضرة هنكمله بعض التركات في برنامج الأوتلوك، وبعد كده في الآخر هنشرح اللي هو الريليشن شيب أو العلاقات. المحاضرة الساعة 1:30، محاضرة يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 1:30. يا ريت الناس اللي عاملة بتاعة البيانات ورايا تسلمها للبشمهندس أحمد حسام، هيبعت لكم استمارة على الجروب تبعتوا عليها التسليم بتاعك. زائد طبعا مطلوب تاسك من الناس، البشمهندس هنزل لكم التاسك، ان الناس تعمل لي قاعده بيانات لعملاء، تمام يا هندسه؟ حاضر. الناس تعمل لي قاعده بيانات لعملاء، ده التاسك بتاع المحاضره. طيب انا كده خلصت محاضره النهارده يا بشمهندس، فلو حضرتك حابب تضيف اي حاجه ممكن حضرتك تفضل يعني. طب شكرا اتفضل جزيلا هندسة. لحضرتك يا باشمهندس. باشمهندس محمد كان ليه سؤال، اتفضل هندسة. طبعا ممكن تضيف بيانات عمود اضافي اكيد. يعني دلوقتي لو احنا وقفنا على الاكسل، انا واقف هنا مثلا، تمام، حضرتك عايز تضيف عمود زياده، في حاجه اسمها الانسيرت فيلد، كليك يمين عليه تختار حاجه اسمها انسيرت فيلد، اهو ضف لي حقل زياده، اغير اسمه زي ما انا عايز. اهو طب انا واقف هنا في الصف، كليك يمين ودوست على حاجه اسمها نيو ريكورد، معناه ان هو يعمل لي سجل جديد، اهو عمل لي سجل جديد، فدي طريقه اضافه السجل والفيلد اللي هو الحق. تمام هندسه كده، في اي مشكله عند حضرتك تاني؟ تمام. أشكر الناس على محاضرة النهاردة، بإذن الله تكون محاضرة مفيدة للناس وناس تكون استفادت منها، وبإذن الله يعني يا ريت زي ما أقول لكم مش مهندس، يا ريت كل الناس تحاول تكمل التسكات بتاعتها علشان خاطر تستلموا الشهادة يعني. طيب أنا كده خلصت هندسة، بشكرك وبشكر الناس اللي حضرت النهاردة، وبتوفيق لكم جميعا إن شاء الله.